حبابكم الله. المستمع ألف ميم عين من دمشق من الجمهورية السورية يقول في سؤاله الأول: أخي برز فكه الأسفل وانحرف قليلا إلى الأمام، ولا يشكو من مشكلة بسببه في الوقت الحاضر، لكنه يريد أن يعمل عملية لإعادة فكه إلى وضعه الأصلي، ويريد أن يعرف رأيكم فيها، هل تجوز دينا أم لا؟ لا بأس بذلك، هذا من العلاج، لا بأس أن يعالج فكه ليعود على وضعه الصحيح الخلقي، وأن يذهب عنه ما أصابه من الخلل. فالتداوي والعلاج أمر مباح، الحمد لله. نعم.